مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربي. الفيديو مالت اليوم هو عن الآيفون، تحديدا عن الآيفون 15 وكيفية إيقاف وتفعيل رمز الدخول. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو ما مشترك، رجاء اشترك بالقناة، فعل الجرس، لايك الفيديو. الآن راح أدخل من داخل الآيفون 15 أشرح لكم. في البداية طريقة تفعيل وإيقاف رمز القفل أو رمز الدخول في الآيفون، راح ندخل على الإعدادات، راح تنزل إلى الأسفل. طبعا أنصحكم أول شيء إذا نزلنا هنا زر الإجراءات، هذا الزر خلوه على الترجمة، تستفادوا منها إذا كنتوا خارجين بغير بلد وأني شارح عليه. بعدها طبعا هذه حصرية بالآيفون 15، بعدها راح ننزل على بصمة الوجه ورمز الدخول. لازم تدخل رمز الدخول، ولازم تعرف قبل ما ندخل لازم تعرف الباسورد مال الآيفون مالتك، لأن راح يطالبك بالنهاية به. فهنا راح تدخل رمز الدخول مالتك القديم، فظهرت عندك هذه الشاشة هنا بصمة الوجه إذا حبيت تعملها بالنسبة للفيس آي دي. وهنا مثل ما تشاهدون راح ننزل إيقاف رمز الدخول. إذا دخلنا إيقاف رمز الدخول راح تدخل رمز الدخول القديم وراح يتوقف عندك، يعني راح تدخل الآيفون بدون بعد رمز دخول. ولو حبيت تغير رمز الدخول راح تكبس هنا وتدخل رمز الدخول الحالي، وتدخل رمز الدخول الجديد. راح تظهر عندنا هذه الشاشة كاتب لك معلومة انه انت اذا نسيت رمز الدخول الجديد خلال 72 ساعة تقدر عن طريق رمز الدخول القديم تعين رمز دخول جديد. فهنا احنا ندخل رمز دخول جديد واستخدام على اي حال، والان تأكيد، وصار هذا رمز الدخول الجديد مالتنا. فهذه الطريقة الوحيدة حاليا انه نغير رمز الدخول او نعمل ايقاف رمز الدخول. هذه الطريقة موجودة بالايفون 15. طبعا الجديد بالنسبة للايفون 13 بعد ما جربتها انه هل 72 ساعة ممكن اغير رمز الدخول اذا نسيته، فراح اجربها ان شاء الله وفي فيديو قادم ان شاء الله. اتمنى الفيديو بسيط وسهل طلب. اذا استفادت من الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم، دائما اتذكروا، طبعا انا عملت هاي الخطوه سابقا لكن انطاني انه لازم ادخل الباسورد، فضروري قبل ما تبدون هذا الفيديو تتاكدون انه الباسورد تعرفوه، ليسبب لكم مشاكل. تعرفون الايفون مره مرتين ممكن يغلق الحساب مالتك، فاتذكروا هالمعلومه هذه. ونصيحه لكل واحد عنده ايفون وعنده حاليا يشترون ابل ادريس من الأسواق، هذا هو أبل أدرس مؤقت، رجاء لا تشتري هذا الشيء، لأنه إذا اشتريته بعد فترة أبل راح تقفل لك إياه، وإذا ما عرفته لازم تتصل على الشركة وتصير لك مشاكل. فحاول أنت تعمله شغلة بسيطة عن طريق رقم الهاتف وأني شارحها. استفادوا من أي شيء أنا أنشره. تحياتي لكم، مع السلامة.